حكينا المرة الماضية إنه المبدأ الأساسي للأي سي ماشينز بشكل عام سواء كان السينكرونس موتور أو السكوري كيج إندكشن موتور إنه يتكون عندي كونستنت ماجنتيود روتيتنج فلكس. يتكون عندي كونستنت ماجنتيود روتيتنج ماجنتيك فلكس فيها هاي راح نسميها الـ N synchronous speed. راح نسميها N synchronous speed. كان نحطها بالradians per second فممكن نقول عنها omega synchronous أو ممكن نحكي عنها N synchronous. إذا حطيتها N راح يكون الوقت بتاعها revolutions per minute. إذا هاي هي الـ synchronous speed. الروتور ما راح يلف عندي على الـ synchronous speed، راح يلف على سرعة أقل منها. لكن السينكرونس سبيد هي السرعه اللي يلف عليها الروتيتنج ماجنتيك فلوكس. ان سينك بتساوي 60 مضروبه بالفريكونسي تبعت السبلاي ومقسومه على عدد البيرز اوف بولز. عدد البيرز اوف بولز بير فيز. اذا متذكرين بي بي هي نمبر اوف بولز بير number of pairs of poles per phase. إذا لكل phase كم عدد الـ pairs of poles؟ هلا أحيانا بتشوفوا نفس الفورمولا هاي محطوطة 120 F على P، لكن بالحالة هاي P شو بتكون؟ poles. هي عدد الـ poles per phase مش عدد الـ pairs of poles. هاي المعادلة هي نفس هاي المعادلة. بس هون محطوطة number of pairs of poles هون number of poles. فلو كان عندي مثلا أخذنا مثال على سبيل مثلا خليني افترض انه عندي number of poles بيساوي 4. اذا هذه 4 poles per phase. اذا بكون عندي number of pairs of poles 2 poles per phase. وخليني افترض انه f بتساوي 50 هرتز. اذا بكون عندي n sync بتساوي 60 في 50 على 2 وتساوي 1500 RPM. هاي ال 1500 RPM هي السينكرونس سبيد اللي بلف عليها الماجنتيك فلوكس. هاي هي السرعه اللي بدور فيها الماجنتيك فلوكس. وبتتذكروا حكيت لكم لو احنا سحبنا الروتر من هاي الماشين وحطينا بداخلها بوصله راح الاقي انه البوصله هاي بتلف على هذه السرعه. الروتر نفسه ما راح يلف على هاي السرعه، راح يلف على سرعه اقل منها. احد الاشياء المهمه كمان اللي لازم نعرفها شيء اسمه سليب. سليب لما بنقول شيء something to slip يعني كانه بسحب عنه. لو جينا اطلعنا على هذا، على هذا المحرك رح الاقي انه الروتر بداخله السرعه اللي رح يلف عليها الروتر رح نسميها ان اي سينك. اي لما بحط اي بعد قبل السينك شو معناها؟ للنفي. اذا ان Async يعني هاي asynchronous speed، هاي السرعة اللي راح يلف عليها الروتر. إذا هاي هي الروتر speed. السليب تعريفه بيساوي n sync minus n async على n sync. يعني السينكرونس سبيد ناقص الاسينكرونس سبيد على synchronous speed. على سبيل المثال خليني افترض انه هذا المحرك الروتر تبعه بلف على سرعه مقدارها ان اي سينك بيساوي 1425 ار بي ام. شو يعني لما بقول انه عندي 1425 ار بي ام؟ لو جيت اطلعت على هذا المحرك ايش راح اشوف؟ راح اشوف الروتيتنج ماجنتيك فلكس الكونستنت ماجنتيود روتيتنج ماجنتيك فلكس على اي سرعه بلف؟ على 1500 مش هيك؟ اللي هي هذا الماجنتيك فلكس الروتيتنج ماجنتيك فلكس بلف على سرعه مقدارها 1500 ار بي ام. الروتر نفسه لو جيت اطلعت على الروتر نفسه على اي سرعه بلف الروتر؟ 1400 على 1425 ار بي ام. اذا قديش السرعه النسبيه ما بين الروتر والروتيتنج ماجنتيك فلكس؟ 75 ار بي ام. هذا هو السليب.
بس هذا السليب معبر عنه بوحدة RPM. لو بدي أعبر على السليب بوحدة percentage كpercentage ما بين الاثنين إيش بعمل؟ بأخذ N sync minus N A sync على N sync كأني بعملها normalization. خلينا نشوف السليب فعليا شو راح يكون. السليب يساوي 1500 RPM ناقص 1425 RPM على 1500 RPM. قديش هذا راح يعطيني؟ 75 على 1500. قديش بتطلع عندي؟ 75 على 500. 5%. إذا السليب 5%. يعني لو أنت واحد قاعد على الروتر